تونا في جولة حياة دكتور ناهد. انت انا معرفش ازاي جمعت هذه القامات بهذه الصورة الجميلة مع الموسيقى العذبة اللي رفعتنا فوق كل الاحداث فوق كل الظروف. الحقيقة انا شايف كمان تمثيل المرأة هنا مشرف جدا جدا، فانا عايز نحيي المرأة والشابة تحية خاصة. لكن كمان الحقيقة الهيئة القبطية الانجلية بكل أمانة عبر سنين طويلة قلبها مع مصر وبتزرع في الكيان المصري الحب، التعاون، التنمية. كل برامج الهيئة القبطية الإنجليزية في مصر بتدعم وتكسر الفجوات بين المجتمع، الفجوات اللي زي ما سماها الدكتور سامح الأقراط القوارض. وانا الحقيقه يعني بكن كل التقدير للاستاذه ايمان ممدوح وطبعا دكتور سامح وحضرتك. عايزين نحيي الهيئه وحضرتك توصلي شكرنا وتقديرنا على اليوم الجميل. كلنا مصر مجد وعلا، كلنا مصر عون وحمى، كلنا مصر ايدينا معا، كلنا مصر نبنيها وطن، وطني مصر وطني الأصلي وبه نعتز وهو الأغلى، هي وعد بغد أجمل، هي شوق وأمل أقبل، هي ماضينا هي حاضرنا، كلنا مصر المستقبل، هي عون لبلاد العرب، هي صون لحماية شعبي، هي طوق نجاة، هي نهج حياة. أنا كمان عايز أقدم تحية الدكتور أنور. الحقيقة كلماتك ويا دكتور ناهد والملحن والمغني والصوت العذب، يعني حضرتك شرفتنا النهاردة مع الفرقة العظيمة. وأنا الحقيقة بقول في الأجواء اللي مرينا بيها أنتوا النهاردة رفعتونا رفعة غير عادية، والأناشيد دي أناشيد وطنية يعني بتجمعنا. اتصل بي فضيلة الدكتور ضياء، وطبعا هو ضياء وانا بشير، وعندنا كل المنصة صفار: ايمان، سامح، ناهد، انور، محمود دروي. يعني انا شايف الصفات جماعتنا كلها تحت حب مصر. خلونا نحيي مصر ونحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادتنا الوطنية، وإحنا واثقين على قد الصعوبات وعلى قد التحديات ستظل مصر فتحة قلبها وفكرها علشان تأسس معنى حقيقي للتعددية والتبادل الثقافي والتسامح. وشكرا لهذا اليوم المبارك. شكرا جزيلا.